السلام عليكم، حجوب العطاو معكم السين 42 سنة في عمري. واحد الراجل كي الناس باختصار ما عنديش وما خصنيش، والحمد لله الخدمة تاعتي أمل الخاص ملاهي الليلية أمل الخاص اللي بنقول لك اخويا. أمي مبازية كانت الزوجة ديالي سابقا، كانت الزوجة ديالي سابقا. بدات بشوية بهذا الفن بشوية بشوية. أول فيديو درته عندي في الدار، اول فيديو درتو عندي في الدار، بقينا هكاك معاونين، خليتها خدامه الله يسهل عليها. بقات هذا بدات تتشهر، ما بقاش ديك الشخصيه تاعتي ما بقاش مفروضه عندها. تجي تغبر 5 ايام 6 ايام، تجي تنعس نهار، تمشي فيه للحمام، تمشي تصوب شعرها، تتلصق شعرها، تجي تعاود تمشي للخدمه، تنتلاقاو ساعتين ولا 3 سوايع، تنخرجوا ما مستافدين بوالو. حتى وليت انا تنصب حوايجي وتنصب حالتي، وتوليت انت حوايجي المصلوح، تنت كلشي. وليت تناكل ماكل الزنقه بحال زوفري، الدار ديما خاويه، الدار ديما خاويه. رغم داكشي ما حسبتهاش على داكشي. الله يسهل، اتفقنا على الخدمه. ايمان ايمان كان عندي ايمان، الايمان اللي كان عندي هو هادشي ايمان. حتى واحد اللحظه بدا شتات الفيسبوك وانستغرام واليوتيوب، هاو لو تشوف التصاور ولا تندخل الانقدادات. انا ما قراش بزاف، ترى حتى شي واحد يقرا لي العربي تنقرا شويه، تنقول شي واحد تيقول لي تنقول اقرا لي اذا انت ما تقراش، تقول لي ها كاين ها كاين. رغم هذاك الشيء تيسبوني الناس، تنقول لها شوفي ما تضربيش الحسبه من جهتي، انا نسينا انا سير الله يسهلك. تتقول لها تسبني هذا ودار لي فعليا، تنقول لها ما تجاوبيهمش، ما تجاوبي خليهم يخليهم، سيري سيري انا ما تضربيش الحسبه. وصل سيدنا رمضان تخاصمنا فيه، مشات مع العمره قالت لي بنقعدوا في دارنا، قلت لها مرحبا. هذا بقيت قلت لها قديم معايا شغل، المهم الدار مموله مموله، الدار عندي مموله. بدات تنفخ عليا وتتهضر معايا شي هضره، ما كاينش ذاك الاحترام اللي كانت تحترمني، ولا تتقلل مني، ولا شحال من حاجه، ولا تدخلها مع اختها. اختها اللي زيدت على هذا الشيء، اختها اللي تتحرضها. اي واحد النهار اللي تنقول نعاود نقولها في هذه القناه، هذه نعاود نقولها في هذه القناه. تنهضروا على الطلاق في رمضان، الاخر رمضان تنهضروا عليه، ونهضروا زعما باش نشوفوا قد نقدروا نعالجوا ولا باش حاجه ما تعالج. تقول لي اختها ولا اختها اللي بغيت تجاوب على التليفون، اختها ما بقيتش تجاوب. امي ما بازيه ما كانت كاتبه عليا واحد السميه، او زي الرجل مع مرتو تكتب عليه اللي بغات، هي حره مسحتها وكتبت لي محجوب مش ولات هي تجاوب على التليفون. ما بقاش تجاوبني هي، امي ما تجاوبني بابتسامه، انا كايناش ناعسه بلاتي هذا. بعد ما قلت لها هذا الشيء وهذا وهذا، تقول لها شوف ما بقاش تهضر معها في شي حاجه، هضر معهاش بالتلو في الولد، صافي طلاق طلاق. ومحرضها وتحرضها ومشات مع المحكمه، وطلقنا في السنه الاولى. درت هي محامي اللي تقول بدا اول حاجه، هي طلقتني ما طلقاتنيش، انا اللي طلقتها، هي اللي تزوجتني مش انا تزوجتها، هي تزوجني. وكنت نقولو اميمة سترات عليا وسترت عليها، اميمة سترات عليا وسترت عليها، اميمة رزقنا مكتوبين عند الله سبحانه وتعالى نتزوجو، ستراتني وسترتها وجمعتني وجمعتها. ولكن فاش تغرضت ولات تقول لي انا معروفة في البلاد، سميتي كاينة في المغرب، سميتي هذا، ولات محرضينها شي ناس. تنقول للجمهور والرأي العام، إلا كتبت في هذا الشيء يكتبوا فضايح فضيحات بازية أميمة. ما بقاش تلبس محترمة، العرا كاين شي تصاور، وأنا جاي تصاور هاد باش ندي لهم الصحافة، نعطيهم القضاء بالسيدية بعيد الميدادات بكل شيء في الدول العربية. 20 يوم هي في الدول العربية، 15 يوم جات 6 أيام هي في الرباط والعيد، ما جات حتى ليلة العيد، صورت نهار ما ختمت حتى ما صورت نهار. فين كنتي لهذا الولد؟ قلت لها فين كنت في دار عمي. فين كنتي هذا؟ ما كملتش. ورغم هذاك الشيء جيت لها الولد ليله العيد، وكنت غادي نجيب لها خروفه، حتى قالت لي شريته وهي ما شراتش. الولد باقي صغير ما عرف لا عيد لا والو، انا جيت لعيد الولد باقي في كرشها. المهم تنطلب منها وتنطلب من الله ومنها ومن القضاء ومن سيدنا ورأي العام، بغيت ولدي يكبر معايا، ما بغيتوش يعيش في هذيك المعيشه. انا شتري ما بغيتوش يعيش في هذيك المعيشه. تنطلب من الله ومن القضاء يوقف معايا والجمهور ورأي العام كله
يشوف هذا الفيديو وانا انا كذبت يديروا فضيحه امي مبازيه. والكلمه الاخرى الو ماما الو ماما الو ماما. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.